جديد. السلام عليكم، اهلا بكل الساده المشاهدين متابعي قناه الصحه والجمال من كل مكان. رمضان كريم وسهره رمضانيه جديده من برنامجكم ابتسامتك صحه. ان شاء الله حلقتنا النهارده هتكون مكونه من اربع فقرات. اسمحوا لي اقول لحضراتكم في دقائق معدوده الفقرات اللي هتكون معانا في سهرتنا الليله. فقرتنا الاولى ان شاء الله هتكون مع الدكتور محمد صلاح استشاري التغذيه العلاجيه، وهيكون موضوع الحلقه عن التغذيه السليمه في شهر رمضان. الفقره الثانيه مع الدكتور محمد سيد وهو دكتور في التنميه البشريه، وهنتكلم ان شاء الله عن الاسراف. اما الفقره الثالثه ان شاء الله هتكون مع الشيخ محمد ماهر قبيل وهو باحث اسلامي، وهيكون موضوع حلقتنا عن مفاسد الصيام في شهر رمضان. اما بالنسبه للفقره الرابعه فهتكون ان شاء الله مع المنشد الديني طه حسين، ودي هتكون ختام حلقتنا مع حضراتكم. خلونا في البدايه نرحب بضيف فقرتنا الاولى الدكتور محمد صلاح وهو استشاري التغذيه العلاجيه وزميل الجامعيه الاوروبيه للتغذيه العلاجيه. اهلا بك يا دكتور. اهلا يا فندم، كل سنه وحضرتك طيب. وانت بالف صحه وسلامه. رمضان كريم. الله اكرم، الله يخليك. احنا في البدايه في عايزين نعرف من حضرتك شهر رمضان المبارك. طبعا الرسول عليه الصلاه والسلام وصى بالصيام وامرنا به عشان فيه صحه وفوائد كتير للناس. بس طبعا في عادات سيئه عندنا. طبعا وهي الاملاء والاكثار من الاكل اثناء اذان المغرب. طبعا لما اول ما بيدن المغرب الناس كلها بتدخل على الاكل كانه خلاص. يعني لازم يعوض اليوم كله الثلاث اربع وجبات اللي فاتوه في الوجبه دي. بس قبل ما ندخل بقى في موضوع الحلقه عايزين نعرف من حضرتك للساده المشاهدين تعريف صغير قوي، ايه هي المغذيات الكبرى والمغذيات الصغرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو في الاول كده يعني عايز اقول ان دايما كل اللي احنا بناكله بنسميه الطعام عموما، والشراب اللي هو بنسميه فود اند درينك. فالطعام اللي احنا بناخده ده للتثقيف بس للناس كده بيتقسم لنوعين، حاجه اسمها المغذيات الكبرى اللي هي الماكرو نيوترينتس، والمغذيات الصغرى اللي هي المايكرو. بس في الحقيقه انا ما اعرفش افصل بينهم، يعني الناس متخيله ان المغذيات الكبرى دي حاجه هاكلها او ان انا هاكل النهارده مغذيات كبرى، هي مش كده. انا باكل اكل، الاكل نفسه تكوينه فيه مغذيات كبرى اللي هي النشويات والبروتينات والدهون، دول اسمهم ماكرو نيوترينتس. في مغذيات صغرى جوه نفس الاكله برضه جوه نفس الطعام اللي هي الفيتامينات الموجوده مع والمعادن او المعادن اللي هي المينرالز او ما تحتويه من ميه او الحاجات دي كلها. تمام. فده على بعضه. لكن انا ما فيش اكل ان انا اقول كل النهارده مغذيات كبرى بس. ما ينفعش. يعني حته لحمه نفسها او صدور الفراخ او كده لازم يكون معاها حاجات ثانيه. هيبقى فيها بروتينز وهيبقى فيها برضه معادن وهيبقى فيها الياف وهيبقى فيها حاجات اخرى. لكن ممكن بقى في ادويه او فورمولا ان انا ادي مغذيات كبرى مثلا احماض امينيه او احماض دهنيه او كده، او ادي فيتامينات مثلا برضه في شكل ادويه، او ادي مينرالز او معادن وهكذا يعني. كلام جميل. طيب نعرف بقى من حضرتك كده ايه هو اكتر حاجه مفيده يبتدي بيها الصايم فطار؟ والله الموضوع ده مهم جدا، لان الناس يعني شويه في كتير بيحبوا ان هم يفقدوا وزن في الشهر بتاع رمضان او يستغلوا شهر الصيام في ان هم يحسنوا وزنهم لو كان زايد او كده. وعشان فترة الصيام بتبقى طويلة شوية، احنا تقريبا داخلين في 16 ساعة صيام، فصعب قوي انك تقول له لما تيجي تاكل قلل اكلك او كل مش عارف هو بقى فرخة بس، بيبقى صعب عليه شوية. فسؤال حضرتك هو بيبقى الحل للحاجات دي، ازاي بس ترتب اكلك او ايه المهم اللي تبتدي بيه وايه اللي تأخره؟ هو ده السلاح الاساسي لانقاص الوزن. وخاصة في حاجة مهمة قوي حضرتك لازم برضو نوضحها للسادة المشاهدين، ان ما يبتديش الفطار بتاعه بالاكل مباشرة. بالظبط. لازم يبقى فيه اي نوع من السوائل ايا كان بقى، سواء مية او العصائر، بحيث ان هو بس يفتح مجال للجهاز الهضمي والاماكن طبعا اللي بيمر بيها رحلة الغذاء كلها، علشان خاطر ما يحصلوش اي عسر هضم او يحصل له زي ما بيقولوا التخمة. بالظبط. ما هو ده اللي انا عايز اعلمه بقى، وده اصلا جاي من السنة. اول ما المغرب بيبدا المفروض احنا بنبدا بحاجه يعني تمره واحده او ثلاثه على حسب زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام كان بيبتدي. بالظبط. وده المقصود بيه مش ان احنا مبدئيا نرفع مستوى السكر في الدم شويه. تمام. وده بيخلي احساس بالشبع موجود، ما اضطرش اكل الاكل كتير قوي عشان اشبع. وحتى يفضل برضه ان انا افصل بين الفطار كوجبه وبين التمر ده بالصلاه، يعني لو انا ابتديت بثلاث تمرات مثلا، حتى لو واخدهم مع قمر الدين او واخدهم مع لبن حتى، وبعدين صليت المغرب بهدوء كده ورويه 10 دقائق مثلا صلاه المغرب، وبعدين رجعت اكل تاني، ده بيفرق قوي، هيبقى كميه الاكل قليله ومش هحس ان انا تعبان في الموضوع ده. جميل. فيفضل البدايه تمر، لو ناس مش بتحب قوي التمر او الحاجات دي ممكن اي عصائر طبيعيه بدون سكر، ده بيرفع مستوى السكر في الدم زي ما قلنا. بعدين لما بيرجع ياكل ممكن يبدا بطبق شوربه خضار مثلا يكون خفيف ومغذي برضه بيملى البطن، طبق سلطه ده برضه في الاول، بعدين ياخد بقى المندش بقى اللي هو الطبق الرئيسي. كان هياخد بقى مثلا اربع معالق رز خفيف قوي، معلقتين خضار، والجزء البروتيني بقى ايا كان بقى.
وطبعا تكون طريقه الطهي برضو طريقه مناسبه. انا بتكلم مع ناس عايزه تاخد اكل سليم، ما يكونش حاجات مقليه كتير او حاجات معموله بزيوت او كده. تمام. طب في حاجة بقى مهمة إن شاء الله عايزين نعرفها برضو من حضرتك، هي إزاي إن الواحد ما يحسش بالعطش أثناء نهار رمضان؟ دي حلقة لوحدها بقى، لأن هو يعني الحاجة الوحيدة اللي بتخوفنا من الصيام في الوقت ده، تعرف شهر 7 العطش، إن هو جاي في الصيف العطش بالظبط. والمشكلة بقى إن شرب المية ده ثقافة جامدة جدا، ومعظم العادات اللي بنعملها عادات خاطئة بصراحة. فمثلا هبتدي مثلا ان احنا اول ما الفطار مثلا مغرب جدا بدنا نشرب كوبايتين ميه وتكون ساقعه متلجه. ده الصح، ده الغلط. ما بقول لك معظم العادات بتاعتنا خاطئه. طبعا يعني ما يبتديش بالميه، ما تبقاش ساقعه، ما تبقاش ساقعه، دي اول حاجه. يعني الميه مش مطلوبه، يشرب ميه بدرجه حراره الاوضه. ولكن الميه احنا متفقين عليها ان هي الصح، ولكن المختلفين فقط ان هي ما تكونش ساقعه. بالظبط، هي ببساطه الميه الساقعه قوي او المتلجه تخلي الاوعيه الدمويه بتاعه المعده تنقبض شويه، وده بيخلي امتصاص الاكل مش كويس، فمعظم الاكل بيفقد فوائده، كمان بيعمل عسر هضم لحد ما. من العادات برضو الغلط ان انا اكون باكل وبشرب ميه اثناء الاكل، زي ما يكون بيبلع بالميه مثلا، برضو دي عاده. بس في بعض الناس يا دكتور ما بيقدرش ان هو يكمل الفطار بتاعه او الوجبه بتاعته من غير اي سائل، مش شرط الميه. بالظبط بالظبط، سواء المياه الغازيه سواء العصاير او الميه العاديه. انا عايز اطلب حاجه من الناس تبقى يعني بامكانهم ان هم يعملوها، بس مبدئيا يعني لازم يعرف ان انا لما اكون باكل وبشرب ميه يبقى انا بخفف الاكل بالميه اللي بره دي. يبقى اللعاب عندي ما بيطلعش، ما فيش افراز كويس، اللي هو المفروض انه بيساعد في عمليه الهضم. الله ينور، ده اصلا بيحول معظم المكونات الكبيره لمكونات اصغر سهله في الامتصاص. تمام، يبقى انا كده ضيعت اللعاب خالص. يبقى الاكل يعني الاكل كله دخل على المعده على طول بدون ما يمر بمرحله الفم، ما استفدتش بيه. يبقى دي كده اول غلطه يعني. تمام. غير بقى امتلاء المعده والجاستريك ديستنشن اللي بيحصل، اللي بيخلي البطن تكبر ويطلع كرش اللي هي قافت معظم المصريين يعني. الشباب دلوقتي خاصه يعني. بالظبط. لكن انا ما اقدرش اقول للناس ما تشربوش خالص اثناء الاكل، برضه مش تعذيب هو، خصوصا بعد الصيام يعني. لكن ممكن لو خففوا الملح في الاكل شويه، يعني بقى خفيف، ده مفيد للضغط برضه، وقللوا المخلل والحاجات السبايسي وكده، ممكن ما يشربش ميه كتير، او يشرب يعني خلاص لو اضطر يعني عطشان هياخد مثلا ربع كوبايه كده. وبرضه لازم نوصي يا دكتور ان الموالح لازم، طالما هياكل الاكل فيه ملح كتير او سبايسي كتير، لازم الميه ضروري، عشان خاطر طبعا الكليه بتبقى طول اليوم ما فيهاش الاحتياج بتاعها من الميه، فهياكل الحاجات دي بدون الماء يبقى دخل نفسه في مشكله ثانيه. فعلا مش كده، يفضل اصلا من الاول تقليل الملح. وبنعوض بقى، يحط الليمون على الاكل، الحاجات دي كلها بتاخد تدي تيست زي الملح شويه بدون اثار جانبيه يعني. احنا لسه طبعا ما خلصناش قصه الميه، لان هي موضوع كبير جدا. هنرجع له تاني ان شاء الله مع حضرتك، بس عايزين نعرف بقى حاجه كمان. اللي مثلا لو حد عايز يخس فبيستشير الناس فبينصحوه بحاجه، يقول لك صوم صوم هتخس. فهل الصيام هو اصلح لعمليه التخسيس ولا انظمه الرجيم؟ والله بص، هو كلمه رجيم نفسها ترجمتها من اللغه الانجليزيه العربيه نظام، نظام، والصيام نظام. يعني انا عندي برضه من الافات الكبيره قوي لما اجي اخسس حد هو مواعيد الاكل. بيفطر في اي ميعاد ويروح يشتغل وينسى الشغل، ويتغدى الساعه 9 بالليل ولا 10 بالليل، وممكن ما يتعشاش خالص، يبقى هو كده مش هيخس كويس. لكن يكفي الصيام قلل عدد الوجبات من 4 وجبات في اليوم او 5 حتى لاثنين بس، يمكن واحده في النص، ده شويه هيخلي الحرق ضعيف، لكن بيديني ميزه جامده قوي مواعيد الاكل، ان كل المجتمع مع بعضه بياكل في ميعاد واحد ساعه المغرب، وممكن بعد الصلاه التراويح ياكل حاجه خفيفه وبيتسحر قبل الصيام. ده لوحده ايجابي جدا في التخسيس. انا اكتر حاجه تهمني عشان اخسس حد مواعيد الاكل، صعب جدا اظبطها. رمضان بيديني خلاص، مفيش حد ما بياكلش من المغرب بيد. يعني قصدي حضرتك ان الاكل العشوائي هو اللي بيعمل السمنه واللي بيعمل زياده في الوزن، وبالتالي الصيام متوافق مع رجيم. يعني هما يعتبر كلمه واحده، رجيم يعني نظام، والصيام هو نظام برضه في المواعيد، فالاثنين متفقين في نفس. متفقين جدا. ولكن طبعا هي الكيف اللي هياكل بيها او الانواع اللي هتدخل الجسد بتاعه هي اللي عليها الكلام او الخلاف. بالظبط، هو بس موضوع ترتيب اكل واختيار نوعيات اكل. تمام. طيب عايزين بقى نعرف، طيب لو في نظام حد طلبه من حضرتك تعمل له رجيم في شهر رمضان، بيكون ازاي؟ وانا اعتقد قلت نصه يعني. مبدئيا برضه احنا مش ضد ان احنا ناكل تمر خالص او كده، احنا هناخد برضه 3 تمرات. هي وجبتين، هي وجبتين مش هيقدر ياخد غيرهم في رمضان. بالزبط. وجبة الفطار وجبة السحور، وحتى لو خد حاجة في النص ما بينهم بتكون حاجة خفيفة، حاجة جدا، لايت جدا، ما بتديش للشبع ولا اي شيء، ودي مطلوبة على فكرة. تمام. يعني مطلوب، يعني الناس اللي هم بياخدوا فطار بس وسحور بس هيبقى الحاجة اقل. طب ممكن نظام كده بسيط كده للسادة المشاهدين للرجيم. أوكي. أوكي. يفطر ايه وياخد في النص ايه ويتسحر ايه؟ طيب هو ببساطة هيبتدي ان شاء الله الفطار ب3 تمرات اللي هم في شكل خشيف. تمام. بس بيفضل تجنب القراصية او المشمشيه او الحاجات اللي هي مليانه كالوريز، تخليها تمر بس مع امر الدين او عصير طبيعي يعني، حتى يوم ويوم.
وبعدين يفصل بس 5 دقائق ل 10 دقائق، وبعدين يبدا بطبق سلطه شوربه خضار، ممكن ياخد نشويات مثلا 4 معالق رز او 4 معالق مكرونه او نص رغيف بلدي، ومعاهم بقى معلقتين خضار مثلا، بس يكون مطبوخ بطريقه صحيه يعني نايف ناي او سوتي. وبعدين ياخد بقى الجزء البروتيني، ممكن ياخد لحوم 100 جرام مثلا، او فراخ تكون من الصدر ربع فرخه بتكون كفايه قوي، او سمكه مثلا او سمكتين حتى في حدود 600 جرام او نص كيلو سمك. ويراعي برضه طريقه الطبخ تكون كلها صحيه، مشويه، يكون الاكل من غير جلد، وهكذا. بعدين على الساعه 10 او على الساعه 11 كده ممكن ياخد سناك خفيفه، دي ممكن تكون طبق فاكهه مثلا من الحاجات اللي هي ما فيهاش كالوريز عاليه، يعني بلاش يكون المانجا والعنب والتين والبلح، اقل ما يكون. لكن فواكه كتير في الصيف، عندنا تفاح، عندنا خوخ، فراوله، مشمش، حتى بطيخ، كانتالوب، الحاجات دي كلها، شمام، كل ده ممكن. بالنسبه للكنافه والقطايف هتبقى مره في الاسبوع بالكتير قوي 2، ما يزيدش عن كده، وهتكون قطعه الكنافه قد صوابعه بالظبط كده، ما تزيدش عن كده ابدا. بس مره او 2 عشان يدوق. وجبه السحور مهم جدا تبقى على قد ما نقدر تبقى متاخره، ما تبقاش بدري، حتى لو هيصحى من النوم ياكل يرجع ينام تاني، وعلى قد ما يقدر يكون خفيف. لان السحور التقيل على عكس الاعتقاد الشائع ان هي بيقوم اليوم او كده، لانه بيخليه يعطش، هو لو اكل كتير بالليل ده هيحتاج ميه كتير جدا بقيه اليوم اللي هو هيبقى فيه صايم. لكن لو اخذ حاجه خفيفه مثلا عشان اكمل الرجيم، يبقى نص رغيف بلدي كفايه، 4 معالق فول او طبق فول حتى، ومعلقه زيت زيتون، مظبوط، وعلبه زبادي. هو ده السحور بتاعه. او يبدل الفول بجبنه قريش اذا كان عايز ياكل اكل اخف من الفول شويه. جميل جدا يا دكتور. قبل ما ننتقل على السؤال الثاني مع حضرتك، معنا مجموعه من الصور كاريكاتير هنشوفها مع حضراتكم ونعلق عليها مع دكتور محمد. تعالوا مع بعض نشوف. اوكي اتفضل. دي اول صوره زي ما حضرتك كده شايفها. اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت. هو طبعا يعني واضح في الصوره ان هو كان في اكل كتير جدا على الارض، هو كله خلص يعني. واضح ان حاجات كلها فاضيه واتنقلت من الارض للبطن يعني، وده اللي في الغالب اللي بيحصل يا دكتور محمد. تمام. فطبعا هو للاسف ده معبر جدا عن حالنا كلنا يعني، الناس بتستنى المغرب عشان تاكل. طبعا الاقتراح اللي حضرتك قلته ان نشرب جزء من السوائل ده والتمر بندخل سكريات، فده بيقلل من الاحساس بالشبع الكبير اللي احنا بنمر بيه، يشبع فما يقدرش ياكل الكميه دي كلها. طب نشوف مع بعض الصوره الثانيه مع حضراتكم. دي الصوره الثانيه وانطلق الان مدفع الافطار. بالظبط زي ما حضراتكم شايفين كده، كان احد يعني منتظر انه ينقض على كل الاكل الموجود على المائده. الصوره برضه معبره قوي يعني، ان هو مدفع الافطار احنا بنندفع على الاكل يعني، ماشيه ماشيه مع بعضها. تمام. معانا صوره ثانيه برضه نوريها لحضراتكم بسرعه قبل ما اخلص مقبلات فتح الشهيه. دي تكون لحقتني بوجبه الافطار الرئيسيه. يعني بالنسبه له كل اللي قدامه على المائده يعني دوت بيكون حاجات زي مقبلات بيبتدي بيها الفطار بتاعته. بالظبط بدايه اكل يعني. ده طبعا كان رمضان قديما كان عباره عن فتوحات وانتصارات للمسلمين. دلوقتي اصبح بقى محشيات واكليات مختلفه واصناف من الغذاء. دي كانت اخر صوره مع حضراتكم من الصور الكاريكاتير. نرجع دكتور محمد بقى لباقي اسئلتنا ان شاء الله. وحاجه مهمه قوي، هو دايما الناس بتقول لك ان شرب الشاي الاخضر تحديدا بيساعد في التخلص من السمنه. ايه رد حضرتك على الكلام ده؟ والله هو ممتاز يعني مبدئيا، بس المهم الحكمه هياخد قد ايه شاي اخضر. هو مبدئيا الشاي هو نباتات والاشجار نوعين، احنا يا اما بناخد الشاي الاخضر سريعا بيتعلب وبيتاخد الاستعمال على طول، او بيتعالج معالجه خفيفه فيتحول للشاي الاحمر. بس الاخضر افضل واكثر فايده يعني، لان هو فيه مضادات اكسده، بنشط انزيمات فعلا الحرق، في ماده الكافيين والفينولز، ودي شويه تحد كبير بتسد النفس وبتزود شويه معدل التخسيس. بس عشان اخد من الشاي الاخضر فايده حقيقيه، انا محتاج اخد كميه كبيره شويه، على الاقل خالص 4 كوبايات في اليوم شاي اخضر. وبرده هو فعلا بيحمي، بيوطي الكوليسترول، بيحمي من الاوعيه الدمويه، بيظبط الضغط، وفي دراسات كتير معموله على الموضوع ده، وبينقص الوزن. لكن برده الاسراف في الشاي الاخضر اكتر من 6 كوبايات في اليوم هيبقى ضار جدا. هيخلي النوم مش كويس، ده هيعمل برده ارق شويه عند الناس، يعمل لهم شويه رعشه في الاطراف، عصبيه، هيبقى متعصب شويه، فهيبقى ليه برضه مساوئ يعني. تمام. ف4 كوبايات يبقى مقبول جدا يعني. تمام. طب باختصار كده يا دكتور، طبعا عاده عند كل المصريين شرب الشاي بعد الاكل. دي حاجه صحيه ولا ضاره؟ بصراحه ليها علاقه بالحديد. هي عاده مصريه يعني، اصيله ومتاصله بصراحه. تمام. لكن برضه تصليح للمعلومه، احنا الحديد اللي بناخده في الاكل ليه شكلين. تمام. حديد نباتي اللي هو جاي من بلانت اوريجين، يعني اللي هو جاي من السبانخ مثلا او البنجان او التفاح او كده.
مظبوط. وده بيتاثر بالشاي فعلا. الحديد ده خلاص انا خدت اكل غني بالحديد نباتي وشربت كوبايه شاي بعديه انا فقدت كل الحديد الموجود بصراحه، لانه هيتاكسد وبالتالي مش هيمتص اصلا. اما الحديد الحيواني هل عشان موجود. نسبه الكافيين الموجوده في الشاي تانيك اسيد، هي في حاجه اسمها تانيك اسيد، هي دي اللي طبعا بتعمل نوع من الاثاره للاعصاب بتاكسد الحديد اللي انا اكلته وبالتالي يمنع امتصاصه. تمام. أنا في نفس الوقت برضو انا اعتقد ان هو بيعمل ارتجاع في المريء وبيعمل حموضه، لانه بيعمل ارتخاء لعضله الحجاب الحاجز، صح ولا غلط؟ مش عضله فعلا معلوماتك قويه جدا بصراحه. الله يخليك يا دكتور. فعلا كل الكافينيتد درينكس اللي هي القهوه والشاي وكل الحاجات اللي فيها كافيين بتعمل ارتخاء للصمام بتاع المعده. تمام. فالاكل لما المعده بتبدا تضخ الطعام او تهضم بيرجع الاكل المريء، وده ممكن يعمل التهابات خفيفه او الاحساس بالحموضه اللي بيجي لنا بعد الاكل. ده العيوب الحقيقيه يعني. تمام. طيب حاجه برضو عايزين نعرفها من حضرتك مهمه قوي. ناس كتير بتعتقد ان زيت الزيتون طبعا هو من الزيوت اللي امر بها الله سبحانه وتعالى وذكرها في القران كثيرا، ليها فوائد كتير قوي للناس، بس في بعض الناس بيقولوا ان هي ما تصلحش مثلا للقلي، او ان هي تكون على درجه حراره شديده، لان هي بعد كده الدخان اللي بيطلع منها دي بتؤدي الى مواد سامه او حاجات ضاره اكتر مما هي مفيده. ايه راي حضرتك؟ معلومه صحيحه تماما، مش كل الزيوت تصلح للقلي. تمام. فزيت الزيتون رائع، في احماض اسمها اوميجا 3، احماض دهنيه مفيده جدا للشرايين والاوعيه الدمويه والبشره والشعر، لكن بيتاخد زيت خام يعني ممكن اضافته على السلطه او اضافته على الفول او اضافته على حاجه، لكن مش كل الزيوت ممكن اقلي فيها. فعلا لو اتقلى فيه لا يتحمل درجات الحراره العاليه، بيطلع جوه الزيت نفسه مش بس الابخره اللي طالعه، مركبات الجسم ما بيعرفش يتعامل معاها. دي بتؤدي اتصال بشرايين، يجيب نتائج عكسيه ويمكن اورام كمان. لا حول ولا قوه. تمام. زيت الزيتون لا يصلح للقلي. لا يصلح للقلي. ولكن نوصي بيه طبعا في الاستخدام الحاجات زي السلطه وكل يضاف على الطعام. البقوليات كلها والكلام باي طريقه بقى. بأي طريقة. يضاف على الطعام او استخدام خارجي حتى. يعني زيت الزيتون فوائده عظيمه مش بس في الاكل يعني. طيب في بعض الناس بتقول انك تاخد منه معلقه الصبح على الريق، الكلام ده بيعمل ايه؟ هاخد منه اوكي ينفع. هو طبعا في كالوريز عاليه يعني، برضه في اعتقاد يعني شائع ان زيت الزيتون بيخسس. انك تقول فايده معلقه زيت زيتون الصبح على الريق، الى جانب برضه عايزين نعرف فايده معلقه عسل، ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه؟ اوكي، هما الاثنين بيكملوا المغذيات الكبرى اللي حضرتك قلت عليها. تمام. زيت الزيتون هي الاحماض الدهنيه المفيده اللي هي الغير مشبعه اللي الجسم بياخدها فعلا يوطي بيها الكوليسترول ويحسن بيها الجسم. ماشي. غير فوائده بقى في تحسين شغل الجهاز الهضمي بالكامل من اول القناه المراريه والمراره والكبد وفوائده الحقيقيه. تمام. بس هو مش للتخسيس، معلقه زيت الزيتون على ريق الصبح فوائدها عامه ضد الامراض والوقايه من الامراض. ماشي. لكن مش للتخسيس، ان هو فيه سعرات حراريه عاليه. معلقه العسل هي المقابل بقى، دي بقى فركتوز اللي هو يعتبر بتمثل الجزء النشوي من الاكل، ودي بقى فوائدها بقى اللي حضرتك ربنا ذكرها في القران يعني، العسل فيه شفاء للناس يعني. تمام. طيب ندخل بقى على قصه الالياف الموجودة في الأكل وأهميتها طبعا من فضل الله سبحانه وتعالى، بتحمي كثيرا من الناس أو مستخدميها من مثلا زي سرطان القولون أو السكر أو ارتفاع ضغط الدم. فإيه هي ممكن أكتر المواد الغذائية اللي تكون مشبعة بالألياف؟ هو الخضروات والفواكه طبعا. والخضروات أكتر بكتير كمان، وعايز أقسمهم على ثلاثة كده. أكتر حاجة غنية بالألياف هي الخضروات اللي هي دارك جرينز اللي هي الخضرة زي الملوخية، السبانخ، الخيار، الخضروات عموما لونها اخضر. دي تقريبا يعني لو نص كوبايه خضار اخضر فيها 6 جرام الياف، ده رقم عالي جدا. يليها الخضروات برضو اللي هي لونها اورنج زي الجزر مثلا او الحاجات اللي هي ملونه شويه، تقريبا نص كوبايه فيهم 2.5 جرام تقريبا من الالياف. وراهم الفواكه بقى هتبقى الدرجه الثالثه، تقريبا نص كوبايه برضو هيديني تقريبا 1 جرام من الالياف. بس الخضروات والفواكه بيشكلوا الالياف المفيده اللي هي بتحسن فعلا الجهاز الهضمي، بتعالج الامساك، بشرط طبعا شرب ميه كتير، وقايه من سرطان القولون ده مثبت تماما علميا، بتوطي كوليسترول في الدم، بتوطي ضغط، مفيش كلام، وبتشبع. وبتشبع يعني في التخسيس بتحس ان امتلاء، تحس ان المعده مليانه يعني. مظبوط يا دكتور. طيب نعرف بقى مع حضرتك حاجه مهمه قوي. كل واحد فينا طبعا لما بيدخل بفضل الله سبحانه وتعالى الاسواق دلوقتي بيلاقي جميع انواع الفاكهه ما كانتش موجوده على ايام زمان، والوان مختلفه من نوع واحد حتى من الفاكهه زي التفاح، بنلاقي الاحمر والاخضر والاصفر. ايه الفرق ما بين كل نوع، وازاي انا اقدر اختار النوع المناسب لحياتي؟ والله هو التفاح من الفوائد العظيمه برضو. تمام. كفاكهه يعني، وخصوصا في التخسيس يعني، هو تماما للتخسيس لانه اقل واحد فيه كالوريز ويعتبر طعمه مقبول، وممكن تاخد كذا طريقه يعني، تحط مع الاكل يتقطع وكده يعني. الفرق بينهم في نسبه السكر يعني، هتلاقي طعمه حتى مختلف شويه، في تفاح حامضي شويه اللي هو الاخضر، وفي نسبة سكر أعلى شوية اللي هو الأصفر، وفي أعلى نسبة سكر اللي هو التفاح الأحمر.
التفاح الاحمر كمان ليه ميزه عنهم في مضادات اكسده، لان دايما الفواكه لونها احمر شويه مختلفه عن اي حاجه تانية. مضادات الاكسده دي من حاجات مهمه جدا برضه، الحمايه من تصلب الشرايين وضغط الدم. دي الفروق بينهم الثلاثه، قد ايه سكر في كل نوع. ولون القشره هل ليها اي ماده علميه مثلا مكونه بتميزها، ولا هي بتبقى مجرد؟ بص، في حاجتين مهمين في موضوع التفاح ده، يعني هي للاسف الجزء السلبي بقى من الموضوع. اتفقنا ان لون القشره الاحمر هي الافضل كمضادات اكسده، مفيش كلام من الحاجات التانية، لان برضه في اعلى نسبه سكر عن التانيين، عن الاخضر والاصفر. بس التفاح فيه حاجه، ان القشره بتاعته بتمتص شويه سموم، يعني لو انا من الزراعه لو في مبيدات حشريه مثلا بتترش لحمايه الخضروات دي، فللاسف القشره بتاعت التفاح بتمتص كل المبيد ده وتنقله من خارج الثمره لداخل الثمره، فدي من الحاجات المهمه. عشان كده واحنا بنشتري التفاح بقى يفضل لما نشتريها تكون ناشفه جدا، يعني بنضغط على التفاحه كده بحيث ان هي لو طريه شويه يبقى امتصت المبيدات بالظبط كده، لكن لو ناشفه كويس يبقى ما فيهاش. طب ذكرى للحديث اللي حضرتك ذكرته دي حاجه مهمه جدا، ان في اطفال طبعا، احنا الناس الساده الافاضل الاهالي بتجيب طبعا الفواكه المختلفه عشان خاطر الاطفال. فايه انواع الفاكهه اللي نركز قوي واحنا بنختارها بعنايه بحيث ان احنا نتجنب في قصه المبيدات الحشريه؟ هي يعني كل الحاجات اللي ليها قشره هتبقى مفيده، يبقى هي بعيده خالص عن التلوث. كل اللي ليها قشره، اللي ليها قشره ده مبدئيا يعني. طيب. الموز بقى، البطيخ اللي بيتقطع، او الشمام، او الكانتلوب، او الحاجات دي. وكمان اذا كان في توعيه للناس اكتر من كده شويه عن طريقه الزراعه وزراعه المحاصيل اللي بيبقى فيها هرمونات اكتر، او محاصيل اللي فيها صوب زراعيه، يعني محتاجين برضو توعيه للناس شويه عن الموضوع ده، عن اختيار الحاجات دي ازاي يعني. تمام. طيب دكتور، عايزين برضو نعرف منك حاجه مهمه قوي. دلوقتي لما بنيجي نروح نشتري اي عصاير بنلاقي مكتوب ثلاث اسامي. في بيبقى عصير فريش، وبيبقى في حاجه اسمها نكتار، وفي حاجه اسمها شراب. تمام. ايه الفرق ما بين الثلاثه؟ بص، عصير طبيعي هو العصير الفريش اللي احنا لسه عاملينه. تمام. تمام كده، يعني بجيب فاكهه زي ما هي واعصرها، اخد المشروب بتاعها اشربه، ده عصير طبيعي خالي من اي مواد حافظه او مكتبات طعم او ملونات. كلمه نكتار يعني عصير طبيعي ومضاف اليه حاجه، قد تكون مكتبات طعم مثلا، او حاجه تديله لون، او حاجه تبقى مواد حافظه عشان يقعد فتره اطول، وهي ليها برضه من الاضرار المعروفه. مظبوط. اما المشروب او الشراب بقى، او الشراب ده ما فيهوش حاجه طبيعيه خالص، ده بالكامل هو عباره عن مكسبات طعم، او زي بادئ كده يديله طعم مع مواد حافظه. دي الثلاثه كاتيجوريز يعني الموجودين. تمام. طيب عايزين بس نعرف باختصار شديد جدا، المواد الحافظه كترها في الجسم ممكن يؤدي ليه؟ هي برضه يعني زي ما قلنا كده، في زيت الزيتون لما ينقلي فيه بيطلع بعض المركبات، هي ده نفس الموضوع. مواد الحافظه الجسم ما بيفهمهاش قوي، بالتالي تراكم مواد زي دي في الجسم بالكبد مش عارف يتعامل معاها ازاي، هي غير مألوفة. غير مألوفة. فيبدا يخزنها بقى، يخزنها في الاوعيه الدمويه فتسبب تصلب في الشرايين، يخزنها تحت الجلد فتلاقي البشره مش متظبطه، في بقع كتير في الجسم، تخلي كمان بتلف الدوره الدمويه، تلاقي المود مش مظبوط. هو ده مسار المواد الحافظه. بالظبط. احنا نرجع تاني قبل ما نرجع لمشكله الميه واهميتها للجسم، ناخد بس منك حاجه مهمه جدا. طبعا الرسول عليه الصلاه والسلام وصى بالسحور ان في بركه للناس. عايزين نعرف منك احنا بقى، مش الناس اللي عاملين الرجيم، لو حبينا نتسحر حاجه يكون فيها جميع الفوائد للجسم طول اثناء فتره نهار رمضان، خصوصا لو حد عنده عمله شوك شويه، وفي نفس الوقت ان هو ما يشعرش بالجوع. ايه هو اللي ممكن نتسحر؟ هو احنا بنعتمد بقى، لو عندي عايزه اغطي فتره اطول من امتلاء المعدة، انا هعتمد على الحاجات اللي هي معقدة شوية في التركيب، اللي هي بتاخد وقت أطول في الهضم. فمن الحاجات المميزة قوي طبعا السلطة، دي هتبقى مهمة جدا لأن دي أرياف وبتدي شعور بالامتلاء كويس، وبتقلل كتير الإحساس بالعطش، فده هيبقى طبق أساسي على السحور. اللبن الرايب مثلا والزبادي، دي من الحاجات برضه المريحة جدا للقولون ومفيدة جدا، بتقعد تدي طاقة لفترات طويلة لحد ميعاد المغرب. والفول، طبق الفول على السحور برضه لو عليه ليمون وعليه معلقه زيت زيتون او كده بيديني طاقه كويسه جدا. لكن هيفضل برضه النقطه المهمه، السحور التقيل جدا المتنوع اللي هو مليان عيش هيزود الاحساس بالعطش مش العكس. يعني لو خد سحور خفيف يدي له طاقه اكتر ويبقى احساس العطش مش موجود لحد المغرب ان شاء الله. لحد المغرب. تمام. اخر سؤال وباختصار شديد لان للاسف فقرتنا انتهت. شرب الميه، هل نشرب لما نكون حاسين بس بالعطش، ولا في مواعيد ممكن نشرب فيها؟ بالظبط. لا، المفروض ما نستناش الاحساس بالعطش خصوصا في الوقت ده. انا عندي 6 ساعات او 8 ساعات بس هم اللي باكل فيهم، فيبقى لازم ميه طول الوقت بشرب ميه. يعني على المكتب جنب حضرتك في الشغل، لو انت قاعد في البيت يبقى جنبك ازازه ميه، انت بشكل مستمر كل ساعه كده تاخد نص كوبايه في الوقت ده. كم لتر تقريبا محتاجينه في احنا كل 30 كيلو وزن بنحتاج لتر ميه.
كل واحد يحسب لنفسه بقى، يعني لو انا 60 مثلا يبقى انا عايز 2 لتر ميه في اليوم. في اليوم. تمام. طبعا دكتور بينتهي الوقت ولا ينتهي الحديث المشوق عن التغذيه العلاجيه السليمه في شهر رمضان المبارك. شكرا لك يا دكتور محمد على وجودك وتشريفك معانا في برنامج بسنتك صح. عفوا يا فندم، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. كان معانا دكتور محمد صلاح استشاري التغذيه العلاجيه وزميل الجمعيه الاوروبيه للتغذيه العلاجيه. شكرا لك يا دكتور. عفوا يا فندم. كده انتهينا مع حضراتكم من الفقره الاولى، نطلع لفاصل ونستقبل ضيوف فقرتنا الثانيه. Dum 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 dum. أنا أشهر أكلة شعبية، فخر التفانين المصرية، تسلقي تشكيلة مكرونة وعليهم رز وشعرية. وأنا 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 أنا أنا أشهر أكلة شعبية، والعدس أبو جبة والحمص والشطة عالدقة بتور، والصلصة على واحدة ونص وعليهم رشة تقلية. وأنا 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 أنا أنا أشهر أكلة شعبية، في مني مخصوص أو عادة وكمالة لو عزت زيادة، والحلوي من بعد